ما رجعت من اهلي بني غازي، لعبت سنه في النادي الاهلي، وبعدها الكابتن عصام قرر يعمل ماتش اعتزال، كان سنه 75 صح كده؟ تمام. كان احكي لنا برضو عن مباراه الاعتزال، وجبت فرقه اجنبيه وقتها، وشاركك نجوم الاهلي الكبار وقتها. مقدرش تقول انا جبت، يعني النادي الاهلي هو اللي جاب. النادي الاهلي، النادي الاهلي هو اللي يعني مجلس الاداره قرر انه يبقى في مباراه على مستوى عالي ويتم فيها يعني تبقى تعتبر مباراه الاعتزال، وتمت المباراه دي. والحقيقه يعني انا مدين للنادي الاهلي بحاجات كتير قوي، يعني بس منها انه يعني حرص النادي الاهلي انه يكرمك بمباراه اعتزال. وماتش اعتزال الحقيقه كان ماتش يعني الحقيقه يعني تاريخي يعني. فيعني بعتز بيه جدا، والحمد لله على نعمه الاهلي. شاف الكره دي كانت يوم مباراه الاعتزال صح كده؟ ايوه. يعني دي كل النجوم اللي شاركوا كابتن عصام مهرجان اعتزاله، شايفين هنا كابتن ثابت البطل موقع على الكوره، كابتن محمود الخطيب، كابتن مصطفى عبده، كابتن فتحي مبروك، كابتن هنا، يعني انا شايف كل نجوم الاهلي، كابتن احمد عبد الباقي. دي من الحاجات الجميله حضرتك محتفظ بيها. طبعا. يعني يعني اعتقد ان دي يعني من الارث، الارث اللي الواحد هيسيبه لعلي بقى. ربنا يديك الصحه يا كابتن. والله يعني انه دول كلهم يعني الحقيقه، محمود عبد الحي، مشطه، فتحي مبروك، صفوت عبد الحليم، صلاح حسني، يعني انا اسمع، انا بسمع الواحد جسمه بيقشعر وهو بيقول الكلام ده. مصطفى يونس، عزت ابو الروس، زيزو، حسن حمدي، يعني سبحان الله، يعني كل دول يعني عمالقه، والحمد لله على نعمه. يوم كان جميل ما تنساهوش برضو، مشاركه كل النجوم وكل نجوم النادي الاهلي مهرجان اعتزالك. لا الحمد لله، يعني كان فعلا، كان يعني ما كانتش كمان حته مهرجانات الاعتزال دي كانت جديده جدا. وان يبقى في فرقه على هذا المستوى تشارك في المهرجان الاعتزال كان شيء الحقيقه مشرف جدا ويليق بالنادي الاهلي. من النقط